سمسم هات المفتاح 10. كيف شكل؟ اخضر من تحت وعليه ريش. انت حمار ولا تغيب اسرف، روح خذ الرضعه ونام. عمري ما بشتغل مع صبي بعد هيك. وينه؟ وين ابو الخلي النصاب؟ اكسكيوز مي؟ وين ابو الخلي النصاب؟ بعدني كت اوت صيني هو بقول لي الماني. شو اسمه اخوي؟ كت اوت. كت اوت كت اوت. اللي هو وين ابو الخل؟ اكسكيوز مي يا زلمه، وين ابو الخل النصاب اللي عامل لي فيها ملك الصناعيه في البيت؟ اكسكيوز مي حمار ولا انت؟ تقضي لي اكسكيوز مي اكسكيوز مي اكسكيوز مي. عمره واحد عمل لك اكسكيوز مي لو وجهك قطعه قطعه؟ يا بيي يا بيي يا بيي يا لو اني مفتاح الجلد. بعد اذنك شوي. سمسم تذكر مفتاح 10 اللي طلبته منك يوم لمعلمك الكتلة؟ هات لي اياه. وبعدين ست شهور السيارة عندك، بعدين يا جاك. جاك اسمي، جاك مش جاك يا سيدي. جاك كومبريسر وديتر اللي هو. وطي صوتك وانت في محل محترم، فاهم؟ انت جاي تطاوش ولا تصلح السيارة، فاهم؟ امبارح المعلم ابو الخيل ذبح 4. وطي صوتك انت في محل في اي بي، فاهم؟ جاك انت بدك تقضيها شالح، تخلص المسلسل وانت بتشلح. شو مالكم؟ شو فيه؟ المعلم السياره صار 6 شهور هون، لما بعثوني لعندك قالوا لي انت اكبر معلم بالبلد، بس تسمع تشغيله الماتور بتعرف العله، وبعدك بتعرف العله. وطي صوتك، انت في كراج محترم، في زباين نايمين، احنا عندنا اوتيل جوا. هلا بنشوف شو المشكله. سمسم سوينا كستين زيت سيارات مع سكر قليل للمعلمين. يلا شو صار معلم؟ انسرف معلم. والله ما حكيت معه، اجى صرخ من برا. بسيطة، دونت وري، شغل الموتور. امبارح مكسر 10، نقرة خفيفة كمان. نقرة اسمع كويس، اسمع تلحيس، غير لها كت اوت. شو يعني كت اوت يا معلم؟ لك 10 سنين ميكانيكي مش عارف شو كت اوت؟ فلتر زيت. طيب معلم مش لو تغيروا بيدك بكون احسن؟ صحيح انك ما بتستحي. ايه؟ انت بتحكي مع اكبر ميكانيكي بالبلد؟ عندي برستيج انا ما بصيبش بايدي. صحيح انك ما بتستحي. بدي اشرح كلها عيب. الناس بتجيش الا بالشلح. هو صح انا معيش ساعة. هلا 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 بأبو الخل. هلا يعني حكولي إنك أنت أشطر ميكانيكي في البلد، نمبر ون التوب، بس الصراحة سريع سريع. أبو الخل الله يخليك، الجير مش راضي يركب، مش عارفة ليش. تحكيش معلم معلم، احكي معي أنا. آسفة آسفة آسفة، أنت الجير مش راضي يركب. يلا اطلع شغلي السيارة عشان المعلم يسمع صوت الموتور ويقرر شو المشكلة. يلا يا حبيبي على السريع. يلا نقرة كمان، نقرة خفيفة، انقري نقرة، خلاص اتركيها. سامع اشي يا معلم؟ سامع بلاوي. شو وضعها؟ انت شو بتشتغلي؟ ايه انا مدربة ايروبكس. شو يعني ايروبكس؟
بعلم الناس حركات. يعني رقاصة؟ لا يا اخوي مش رقاصة، انا مدربة رياضة.